في الشأن السوداني تتجه أنظار السودانيين نحو جنيف السويسرية، حيث بدأت المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريليو إن الدعم السريع وافق على المشاركة، لكن السلطات السودانية تحفظت على الدعوة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف، ما يشير إلى أنها لن تشارك في المحادثات. المبعوث الأمريكي أشار أيضا إلى أن المحادثات ستمضي قدما بمشاركة الخرطوم أو بدونها، لكنه لفت إلى أنه في حال لم يحضر ممثلو الحكومة سيتعذر إجراء وساطة رسمية. وتشير التقارير إلى أن جولة المحادثات ستجرى في مكان لم يحدد لدواعي أمنية، ومن المفترض أن تستمر لأيام. وتأتي المحادثات في وقت حذرت فيه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن السودان يقف عند نقطة انهيار كارثية ويواجه أزمات عدة تهدد حياة عشرات الآلاف. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص السودان توم بيريليو في صفحته على منصة إكس أن الدول المشاركة في لقاء جنيف والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يعملون بجد لدعم وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية واحترام نتائج مفاوضات جدة والجهود الأخرى والقانون الإنساني الدولي. أكد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان حرص السودان على الحوار مع الجانب الأمريكي، مشددا على أن هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها وتتعلق بإنفاذ مخرجات من بري جدة واختيار المراقبين لأي محادثات. أتى ذلك خلال لقاء البرهان بالسفير النرويجي لدى السودان. وقال وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين وفقا لما نقله إعلام مجلس السيادة السوداني أن السفير النرويجي أبدى رغبة بلاده في القيام بدور في تقريب وجهة النظر بين الحكومتين السودانية والأمريكية فيما يلي اجتماع جنيف، مشيرا إلى تأكيدات رئيس مجلس السيادة على أهمية الحوار مع الجانب الأمريكي مع وجود خطوط حمر. أصلا الصلح خير، ده كلام بنقوله، لكن نحن وصلنا مرحلة الآن النازل ما عندهم وجود، يعني حتى الحاجات اللي بيعملوها الآن الضرب العشوائي اللي بيعملوا ده لأنه دايرين المفاوضات، هم دايرين المفاوضات. نحن والله يدنا كشعب السوداني بالأخص، والله يدنا ونخدها في يد زول تلتخذ بيدي مع الشعب السوداني. دارين بلدنا تتصلح، ودارين الدعامة دي يفوتوا مننا، ودارين السوق دي يفوت مننا، يعني إرخى شوية. في ناس مساكين ما قادرين يأكلوا، العيش ده ما لاقينه والله بالجد. يعني أنا واحدة من المواطنين، أنا والله عندي 2 عيانين في بيتنا، أمي وأبوي وراجلي، عندي أخواني أخواتي جوا 2 وافدات ما لاقين حتة يقعدوا فيها، ما في زول ساعدنا والله بجد. يعني مثلا زول كان قراصة بعيدها معها حسي بقيت تعملها بزيادة ملحة بتاكلها، بحبة سكر بتاكلها، يعني تخليت في حاجات. أرحب بضيفي لمناقشة هذه التطورات السودانية من لندن الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ طيب الزين، من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي السوداني أيضا السيد فايز الشيخ سليك. مرحبا بكم بكما جميعا ضيوفي الضيفي الكرام. أبدأ معك أستاذ الطيب، سؤال المليون كما يقولون، ما الفائدة من مفاوضات أو محادثات لا يشارك بها الجيش السوداني؟ بداية لك التحية، وأيضا التحية لضيفك من واشنطن، وأيضا التحية عبرك لمشاهدي قناة الحدث. أهلا بك. فيما يتعلق بالمفاوضات التي حضرتها قوات الدعم السريع، نعم، وغاب عنها الطرف الآخر أي الجيش الحركة الإسلامية، القرض من هذه المفاوضات بالنسبة للأطراف التي دعت وبالنسبة لقوات الدعم السريع أنه يحصل اختراق لحالة
الفوضى والخراب والدمار الحاصل في السودان، ويعود للطرفين إلى لغة العقل ويستحضر المسؤولية التاريخية والوطنية في وقت أنه الشعب السوداني أصبح بين لاجئ ومشرد وقتيل وجريح، وملايين من السودانيين والسودانيات مهددون بالمجاعة. ففي هذا الإطار وفي هذه الأجواء كان من المنتظر من الطرفين أن يشاركا في هذه المفاوضات، وفيما يلي والدعم السريع قد استجابت وأكدت للمجتمع السوداني وللمجتمع الإقليمي والدولي بأنها حريصة على تحقيق السلام لمصلحة الوطن ولمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة. في الوقت هذا مع هذه التأكيدات من قوات الدعم السريع، تتهم الآن وهي في جنيف، أي مبعوثوها أو الذين أوفدتهم إلى هناك، وهي ما زالت تقصف المدنيين والعيان المدنية. فيما يتعلق بالأوضاع على الأرض، فهذه الظروف تحكمها ظروف الحرب على الأرض، وبالتالي من الصعب على أي كان في ظل الظروف الحالية أن يفرض وقفا للحرب في وقت أن الطرف الآخر يشن هجمات بربرية بالطيران المدفعية الثقيلة وهجوم يعني طيب. موظف فيه كل الأطراف التي ليست لها مصلحة في استقرار السودان، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. وضحت الفكرة، لكن يعني سؤالي كان أكثر يتعلق بالشق الإنساني، يعني كيف يذهب طرف إلى الحوار وهو يقول بأنه يريد السلام ويريد مصلحة السودانيين أن تكون العليا، في المقابل يتهم الآن بقصف الأعيان المدنية وقصف الكثير من المناطق في السودان. دعني هنا أرحب بضيفي من نيويورك مجددا أستاذ فايز. أسألك السؤال ذاته، ما الفائدة من هذه المحادثات إذا لم يشارك بها الجيش؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على ضيفك الأستاذ الطيب وعلى كل أهلا بك، مساء الخير. فعلا هذه المفاوضات هي أمر غريب، لن تكون هنالك مفاوضات وإنما ستكون هنالك محادثات، لأن غياب طرف سيؤثر بدون شك ويقود كل الأوضاع في السودان إلى بوابات الجحيم. الجيش ظل يتمنع وظل يرفض منذ فترة طويلة، منذ بداية هذه الحرب كان شعاره بأنه سيحسم هذه الحرب ويقضي على قوات الدعم السريع ويحقق السلام من رؤيته. واضح بأن هنالك قوة سياسية، كما يردد الجميع بأن هنالك من يريد الإعلان السياسي على حساب وقف إطلاق النار. المفروض الحديث كما أشار المبعوث الأمريكي أو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بأن هذه المباحثات تبحث في خطة لحماية المدنيين وتوفير الإغاثة وفتح الملاذات الآمنة، لكن هنالك قوى سياسية خاصة الإسلاميين يريدون أن يحولوا أنظار الأزمة إلى قضية سياسية حتى يتأكد تمثيلهم في السلطة بعد أن عزلهم الشعب في ثورة ديسمبر. هذه المسألة كما قلت ستقود الأمور إلى حافة الهاوية وتقود إلى تصعيد أكثر، وتوقع على الصعيد الميداني ستكون هنالك مواجهات على سبيل العمل الدبلوماسي. واضح بأن الجيش عزل نفسه وربما تتخذ خطوات وإجراءات من المجتمع الدولي، لذلك على المجتمع الدولي أن يبحث عن الخيارات الحاسمة التي تحمي المدنيين والتي توقف الانتهاكات التي يرتكبها الطرفان. حتى قوات الدعم السريع أيضا ترتكب انتهاكات مستمرة. كيف يمكن أن يكون شكل هذه الخطوات من المجتمع الدولي؟ هذه الخطوات سبق للمجتمع الدولي أن اتجه في قضايا التدخل الإنساني مثل ما حصل في كوسوفو في 1999، مثل ما حدث في ليبيا، مثل ما حدث في سوريا 2014. ليس بالضرورة موافقة
سلطة الأمر الواقع أو الأطراف المتحاربة على السماح بتوصيل الإغاثات أو حماية المدنيين. المتوقع أو المطلوب هو أن تبحث القوة المطلوب منها تحقيق السلام أو التوصل إلى اتفاق والمعنية بهذا الأمر أن تبحث عن إجراءات حاسمة. هذه الإجراءات أولها حماية المدنيين، ثانيا توفير الإغاثة، لأن هنالك أكثر من 50% من السودانيين مواجهون بالمجاعة. هذه حقائق لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتفرج. إذا تفرج هذا طيب. المجتمع الدولي ستكون فضيحة لكل العالم. أيضا هنالك كما قلت انتهاكات ارتكبت وترتكب، لا بد من آليات ولا بد من تقصي حقائق، بحثات تقصي من المجتمع الدولي لمعرفة المنتهكين المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى محاكمات دولية عادلة. هذه المسألة هي وضحت هذه الفكرة. دعني أعود إلى السيد الطيب ونبقى فيما يتعلق بمفاوضات جنيف. قوات الدعم السريع أعلنت مشاركتها وأوفدت مفاديها إلى هناك. الملاحظ يعني وفقا لما يقوله المبعوث الأمريكي أن جنيف امتداد إلى جدة، وأيضا أكد أن اشتراط يعني تنفيذ إعلان جدة. في المقابل البرهان يقول من ضمن شروطه للحضور أو إرسال وفد هو تنفيذ إعلان جدة. هل هذا يعني ضمنيا أن الدعم السريع وافق على الخروج من الأعيان المدنية كما جاء في إعلان جدة؟ أولا فيما يتعلق بهذه الزرايع التي ظل يرددها البرهان وداعمين من أن قوات الدعم السريع موجودة في بيوت المواطنين، فأنا أفتكر أن هذه العبارة أصبحت ممجوجة ولا معنى لها في ظل تطور الأحداث واتساع وجود قوات الدعم السريع في كل السودان، والآن عمليا قوات الدعم السريع تسيطر على ما نسبته 70% أو ربما أكثر من ذلك. وبالتالي قوات الدعم السريع لم تأتي لكي يعني تبقى في بيوت المواطنين، وإذا كانت قوات الدعم السريع بهذه الروح وبهذه العقلية لما استطاعت أن تقضي على هذه الترسانة، ترسانة الإخوان المسلمين التي بنوها خلال 30 عاما وأكثر لضرب الشعب السوداني وإذلاله. فقط للتوضيح، تتحدث عن الجيش؟ نعم، تتحدث عن الجيش، تقصد الجيش؟ نعم، أنا أقول لك الحقيقة أنه لا يوجد جيش في السودان يعني بالمفهوم المتعارف عليه دوليا. الجيش السوداني تم اختراقه منذ انقلاب 30/6/89. هذا الجيش أصبح مؤسسة إخوانية تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين. حتى مفردة القوات الجيش قوات الشعب المسلحة تم إزالة كلمة الشعب وأصبحت قوات مسلحة، بمعنى أنها قوات مسلحة تتبع للحركة الإسلامية. والراحل الترابي حسن الترابي قال بأن التنظيم لا يعترف بالمؤسسة العسكرية بشكلها التقليدي الذي وضعه المستعمر الإنجليزي، وإنما هم لهم رؤية في بناء جيش يتفق مع أجندتهم ومع تصوراتهم ومع المفاهيم التي لا علاقة لها طيب. في العصر. حتى لا نبحر كثيرا في التاريخ سيد الطيب، ولربما المشاهد السوداني يبحث عن أمل، يعني المشاهد السوداني العادي الجائع إن صح التعبير، فأغلب الكوارث الآن تحل بجميع السودانيين. أسألك هنا، هل من أمل أن يلتحق الجيش السوداني بهذه المفاوضات ونسمع أخبارا طيبة أستاذ الطيب؟ أنا لا أريد أن أبيع الشعب السوداني أكاذيبا أو أن نخدعه. من خلال الواقع المعاش أن هذا الجيش الذي يسمى جيش لا إرادة له، البرهان ومن معه هم مجرد بيادق في يد الحركة الإسلامية، هم مجرد أدوات في أيدي تنظيم الإخوان المسلمين. إذا ما
وجد هذا التنظيم مصلحته في دمار السودان فسيمضي السودان في هذا الدمار، لكن طيب. تنظيم الاخوان المسلمين لا يرغب في استقرار السودان، لان وضحت هذه الفكره. الخيار الاخير هو خيار الحرب والفوضى، لكن خيار السلام والاستقرار والتطور والتقدم فهذا بالنسبه لهم خساره، لذلك انا استبعد تماما مشاركه ما يسمى بالجيش المفترض. استاذ فايز، ماذا تعتقد بهذا الامر؟ هل يمكن فعلا ان نشهد مشاركة للجيش في المؤتمر؟ يعني يستمر المحادثات مستمرة لأيام؟ والله هذا ما نتمناه، نتمنى أن يشارك الجيش ونتمنى أن يعود العقل للمجموعة اللي يمكن أن نصفها بوطنية داخل الجيش، لأن الجيش هو للأسف الشديد في مجمعه عبارة عن جناح سياسي للحركة الإسلامية، لكن هذا لا ينفي وجود ضباط وطنيين، ضباط تهمهم مصلحة هذه البلاد. هؤلاء يجب عليهم أن يتحلوا بالمسؤولية وأن تكون أولوية المرحلة هي وقف الحرب ووقف الانتهاكات. حتى الحديث عن هذه الانتهاكات، لن تتوقف الانتهاكات ما لم تتوقف الحرب، إضافة إلى هذه فرصة لمناقشة آليات مراقبة وقف إطلاق النار، آليات أي اتفاق، لأن اتفاق جدة مثلا لم توجد به آلية للتحقق إن كانت قوات الدعم السريع موجودة داخل المنازل أم لا، هذه فرصة. لكن على العموم لست متفائلا، لأن الجماعة المسيطرة على الجيش هي تكون الظن العريض. جزيل الشكر لكما ضيفي الكريمين، من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ فايز الشيخ سليك، وأيضا من لندن كان معنا أيضا الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ الطيب الزين. كل التحية لكم على هذه المشاركة.